السلام عليكم. اليوم نعاود نرجع إلى ملعب عنابة، حيث سوف نقف على التحذيرات والتجهيزات والتأسيسات داخل الملحقات تاع هذا الملعب، وخاصة في يعني جناح تاع الفي بي اللي يعني فيه تعليق تاع اللافتات نتاع الكاف، وكذلك فيه بعض الأثاث نتاع المكاتب وغرف الحكام والفار وما إلى ذلك. يعني الآن المركب هذا أصبح جاهزا يعني تمام وكمال ل يعني الموعد إن شاء الله. السلام عليكم.